مساء الحج، كيف حالك؟ كيف انت؟ الله بخير عزيز. الله يخليك. الله يخليك. انا بلاك الله يخليك. بس نستنى في معنى الشرطة. معبوتي. اخر مره يلا عمله على الهواء. هاي البوسه. عمر طبعا الاخ عمر ابو ريا تحكي لنا زيارتك اليوم طبعا للطفل الامور محمد والعدد من الاطفال المرضى في هذا القسم عمل الانساني في يوم من ايام رمضان الفضيل. اخ امين يعني بتعرف شو بعد الصوت والصوره بتشوف يعني فيش ايش تحكي للانسان شو بتحكي يعني المساعده اقول لك مجبرين مش يعني اختياري لا مجبرين للمساعده واحد على الشكل. نعم فيش رجعك الصورة نعم. تعبر عن كل شيء نعم انت فاهم قصدي. اخ معين يعني المعين حيادري تحكي لنا ايضا رجل اعمال واحد المبادرين للزيارة شو مشاعرك ويعني انطباعاتك وانت بتشوف هذا الطفل الامور محمد بالرغم من معاناته الا انه عنده معنويات عالية ترى اخونا ابو النعيم يعني جد الطفل ايضا معنويات عاليه ويقدم شكره لكم ولكل اهل سخنين ولكل الاهل في الداخل. المزبوط يعني انا لما سمعت عن الخبر الخبر نفسه انه قريته انا بجريده واخ عمر اللي هو صاحب لي اللي هو دعاني ونبأني بهذا الخبر انا بما اني انا بقرا جريده كل يوم انا المزبوط صاحب عمر اللي هو صاحب وصديقي قال لي عن الخبر اللي موجود بالجريدة واحنا علمنا المزبوط عن طريق الجريدة يعني انا بني انا بقرا جريدة كل يوم قال لي عن الخبر خبر الاخ ابو النعيم خبر الطفل محمد. الصراحة انا بادرت انا الاخ يعني اني اقدر اساعد واجند كل ما بقدر لانه هذا الشعب شعب المظلوم الطفل اللي فيش من يعينه في منطقته في غزة احنا اللي بدنا نحاول احنا بدنا نساعده على الاقل نتبرع قديش بنقدر على الاقل يد الله مع الجماعة ممكن احنا حتى ايش بندفع احنا ايش بنعطي هذا ممكن يساعد الولد كثير وبما انه احنا بشهر رمضان الفضيل احنا من كل عام وانتم بخير وان شاء الله انه هذا الولد ان شاء الله انه بصح ان شاء الله بفضل الشهر الكريم ابو النعيم بروح على بيته هو الولد طيبين وخير واحنا بنشكر كثير 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 المستشفى يعني لانه المستشفى الصراحه احنا اتصلنا فيه ولا مره كان عنده رفض انه احنا نيجي ونمد يد المساعده يعني للمستشفى نفسه للاطفال أتأمل إنه يروح طيب وبخير وبأقرب وقت ممكن. أنا بوجه نداء لكل العرب إنهم يضغطوا على أبو مازن إنه يتوجه لزيارة العيانين لأن زيارة العيانين في الشهر الكريم فريضة صدقة حسنة هي حياتنا مش كل ليت السفريات برا وجوا وسياسة. في مرضى في فقراء في محتاجين في ناس بدها لمسات ايد الرئيس ايد المسؤول في البداية وفي النهاية. توجهت انا للرئيس بكتاب ما جانيش رد توجهت لوزيرة الشؤون الاجتماعية ما جانيش رد توجهت لابو خالد سلام فياض ما جانيش رد توجهت عن طريق مدحت ابو طه ما جانيش رد نهائي. على ابو الرئيس بتسأل الرئيس بتصلوا الكلام هذا بتصلوا الاوراق هذه ولا كل ليتها بتضلها مخزنه في 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 درج المكاتب تبعتهم.
أنا بناشد الرئيس إنه يتوجه إلنا ويتشوفنا ويجي يزورنا في المستشفيات، أو يشيع دكتور أمين على أساس إنه يزورنا في هالمستشفيات. على هيك إنهم هم رمينا رمية كان من محمد لأميرة لميرة يعني محمد انقطعت أطرافه، ميرة محروقة، أولاد مضروبين بحادث، فادي بحادث، غيره بحادث. يعني للأمانة شفنا أولاد اللي هني طبعا بحاجة إلى زراعة نخاع شوكي، بحاجة لزراعة نخاع شوكي. يعني إحنا بحاجة الرئيس اللي بيقول إنه هو أب بالسلطة الفلسطينية ومسؤول عن الشعب. يعني أنا مش عارف ليش سايب له كده، يعني أنا مش عارف للأمانة، بسأل نفسي دايما ليش أبو مازن سايب له كده. ليش سايبنا؟ أنا بسأل نفسي ليش سايبنا كده؟ هي كل حياة فلسطين سفريات؟ هي كل حياة فلسطين سياسة حرب؟ احنا بدنا الناس تراعينا، تراعي شؤوننا، تراعي شعور الناس المحتاجة في القطاع. وشكرا لكم، شكرا للرئيس. نعم، كيف يعني انتم بتمشوا اموركم هنا في المستشفى؟ انا شفت انك انت يعني انت الاب الرحيم الرؤوم لكل الاطفال اللي بيجوا من الضفه الغربيه وقطاع غزه، عم بتساعدهم، بتتصل تلفونات وكذا، يمكن لانك انت صار لك فتره هون. انا ما بقصرش، انا ما بقصرش، انا هون كلهم بيجوني، بجيب لهم سيارات، وفي مشكورين يهود بوصلوا ببلاش، وفي عربي بياخذوا فلوس وبوصلوا. انا الشغله اللي بتيجي للعيانين بوزعها بحق الله عليهم كلهم. اللي عنده مشكله بتوجه الي في ترجمه من العربي لعبراني ومن عبراني لعربي. يعني حتى لو في نص الليل بيجوني بقوم وبعمل ترجمه بما يرضي الله. بس انا يعني انا شايف الوزارات مقصره معنا للأمانة، أنا شايف وزارة الصحة مقصرة معنا، وزارة الشؤون الاجتماعية مقصرة معنا، وزارة المالية مقصرة معنا. يعني هلقيت لو سألت أهل القلوب الرحيمة، لو طلع وزير ورافق ومرافق إله، هل يأخذ معاش ولا ما يأخذش؟ وبضرب الساعة بتنتين. الرئيس مرافق الرئيس، أنا يعني لما بناشد بقول له بتعطي المرافق تبعك فلوس ولا بتعطوش؟ هل يعقل إنه بني آدم يعيش 3 سنين هيك متسول؟ أشكره متسول. طب على العيد في رمضان ما وصلكوا أي مساعدات، أي هدايا، ولا شيء؟ أبو في عندي مقطع خمس أفراد معاقين بياخدوا 1500 شيكل كل 3 شهور، يعني 500 شيكل للشهر. مين في العالم بيصرف 500 شيكل في الشهر؟ من الوزير للغفير، أسألهم كلهم مين بيصرف 500 شيكل في الشهر؟ أب ل 25 حفيد ول 16 بني آدم خلفته من أولاد وبنات، 500 شيكل للشهر. أيتقوا الله يا وزارة، أيتقوا الله يا وزارة، أيتقوا الله يا وزارة، واتق الله يا أبو مازن في مالك وفي عيالك. وبأطلب منك اتق الله، اتق الله، واجعل لنا نصيب زيارة في مستشفيات إسرائيل. وشكرا لك أبو مازن.